بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل احبائي والغاليين على قلبي متابعيني احباء قناه ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. مين مننا ما بيحبش يعمل خير؟ طبعا كلنا بنحب نعمل الخير، لكن الشيء الصعب جدا على الانسان لما الخير ده بيتقلب عليه، وده ساعتها بينطبق عليه المثل المصري اللي بيقول خير ان تعمل شر ان تلقى. علشان كده ده موضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا عن رانيا شاهين وهشام المليجي. رانيا شاهين أعربت عن غضبها الشديد جدا من هشام المليجي، وخصوصا بعد تصريحاته الأخيرة واللي اتهمها فيه إن هي بتتدخل في حياته الشخصية. رانيا في البداية كتبت منشور عبر حسابها على الفيسبوك، قالت من خلال المنشور ده إن هشام بيعاني من الاكتئاب، وده بسبب قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه، وقالت فيه إن هو صديقها وجارها، وأعربت وأكدت موهبته الممتازة جدا، وقالت إن هو ما بيشتغلش بقاله فترة. واتفاجئت رانيا بعد كتابة البوست ده إن الناس لسه فاكرة هشام المليجي. والحقيقة اتصلت بهشام مبسوطة وفرحانة وبتقوله على البوست اللي هي كتبته عنه، لكن اتفاجئت ان هشام زعل جدا، وده لانه شخصية حساسة، وكمان طلب من رانيا ان هي تمسح البوست، وبالفعل رانيا مسحت البوست، لكن كان خلاص البوست ده انتشر. وللأسف هشام طلب من رانيا ان هي ما تتدخلش في حياته، وقال لها كمان بلاش ازعاج. فكتبت رانيا شاهين عبر حسابها على الفيسبوك بوست وكتبت فيه وقالت، وردت طبعا على هشام، حياة ايه يا هشام اللي انا داخلة فيها؟ بلاش ازعاج؟ هي وصلت للدرجة دي؟ انت بتشهر بيا؟ حياتك ايه؟ انا تاني مرة اكتب عنك من 6 سنين، وعمري ما جبت سيرتك على الفيس. عايز تشتهر على قفايا؟ تبقى ما تعرفنيش كويس، عيب عليك، انت راجل كبير في السن، ربنا يحفظنا من سوء الكبر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن هنا الصداقة والعشرة والجيرة اتقلبت لمشكلة، مشكلة الطرفين فيها المفروض ان هم اصدقاء وجيران. وهنا رانيا حبت تعمل خير، لكن الخير ده اتقلب عليها. كملت رانيا شاهين تصريحاتها وقالت، الراجل ده يا جماعة عمال يكلم اصحابي ويقول كلام انا ما كتبتوش. وللأسف هشام لما عبر عن غضبه ما كانش بينه وبين رانيا، لكن كتب بوست هو كمان على الفيسبوك وكتب فيه وقال، يا أستاذة رانيا، حضرتك تطوعتي وتدخلتي في حياتي من غير إذن، قلتي كلام مش حقيقي، محدش طلب منك المساعدة، حضرتك مصممة تزعجيني، من فضلك ما تجيبيش سيرتي تاني في أي حوار أو مداخلة، وشكرا. والحقيقة هنا أنا استغربت جدا من كلام هشام، بدل ما يشكر رانيا بالعكس زعل جدا منها. طب يا ترى إيه البوست الأساسي اللي كتبته رانيا واللي تسبب في كل المشكلة دي؟ هنشوف مع بعض بقى البوست الرئيسي واللي كان سبب المشكلة. رانيا كتبت على الفيسبوك، الراجل ده جاري في العمارة اللي جنبي، متربيين مع بعض، مش بيشتغل، وهو ممثل ممتاز مكافح، عنده اكتئاب، بيرفض إن هو يكلم أي حد علشان أي شغل، هو حساس، وتحية ليك يا جاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزة النفس. وده كان البوست اللي اتسبب في كل المشكلة دي. الحقيقة أنا مش شايفة فيه أي مشكلة، بالعكس البوست ده بوست محترم جدا، مفهوش أي نوع من التدخل في حياة هشام المليجي. رانيا حبت تساعد، لكن الموضوع جه بالعكس عليها. ودلوقتي بقى هقول لكم رأيي الشخصي اللي جايز طبعا توافقوني عليه أو لا، لكن طبعا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. الموضوع هنا بينقسم لشقين، الشق الأول إن إحنا ما نحاولش إن إحنا نتكلم عن أي حد، ولا نتدخل في أي خصوصية من خصوصياته، ولا نصرح أي تصريح خاص بأي حد غير بعد استئذانه، ودي طبعاً العبرة اللي بناخدها من الموضوع والمشكلة اللي حصلت، وده الشق الأول. أما الشق الثاني، الاحتمال يكون صح أو غلط، الله أعلم، إن الموضوع ده كله مفيش مشكلة ولا حاجة، إن رانيا متفقة مع هشام علشان الناس تتكلم والناس تفتكر هشام أكتر وأكتر، لكن زي ما بيقولوا إن بعد الظن اسم. يعني من الآخر الموضوع كله علشان الترند، علشان الناس طبعا تفتكر هشام والناس تتكلم أكتر وأكتر. يا ترى موافقني على رأيي ولا لأ؟ تعالوا نشوف بقى رأي رانيا مع ياسمين عزت، يا ترى قالت إيه عن الموضوع ده؟ في البوست اللي حضرتك نشرتيه قلتي إن هو جارك العزيز وإن هو ملتزم الصمت وإنه مكتئب، طيب رانيا ناس كتير سألت إيش عرفك إنه مكتئب بدليل إن هو طلع؟ اتفضلي. أوكي. هو اولا ده جاري، يعني جاري فانا عمارة دي اتولدت فيها، يعني انا اخواتي عمارة والدي، يعني شقه والدي، وهو جاري، فيعني على طول بنتقابل، على طول بنشوف بعض، وقعدنا فتره كبيره كنا بنشوف بعض فتره، لا برضو، فانا عارفه كل حاجه عن هشام، يعني بحق الصداقه اللي بينا. قال لك ده ولا حسيتي؟ هشام ما بيقولش، هشام ما بيقولش، هشام بيبان على الانسان، الانسان مش شرط يقول، بيبان ان هو متضايق ولا هو انكر. اوكي هو مش انكر، هو يمكن انا اللي فهمت غلط بقى او حاجه، بس انا كنت عارفه ان ده هيبقى ان هو ده هيزعله، وانا قلت ان ده هيزعله، بس انا حقيقه كنت عايزه ما اعرفش، كنت عايزه ابقى مبسوطه او الناس تفتكره، او بعدين خلي بالك قله الانتاج بتبقى تخلي فرص قليله،
والناس كمان بتبقى اللي بتيجي تحضر الاعمال ما بتبقاش فاكره حد غير اللي قصادها او اللي بيعمل. وفي ممثلين كويسين بس عندهم حساسين بيتكسفوا ان هم يفكروا يطلبوا شغل. مظبوط مظبوط. لا مش فانا بحاول اعمل ده واصدقائي بيحاولوا يعملوا معايا كده برضه يوريني قاعده بتساعدوا بعض، ده شيء طبيعي يعني. طيب طبعا انا مستنيه اسمع اراكم في التعليقات، هل فعلا رانيا غلطت ولا لا؟ مين اللي غلط فيهم، هشام ولا رانيا؟ وعلشان الموضوع النهاردة يكون مفيد، طب ما تيجوا مع بعض نفتكر هشام المليجي. مين هشام المليجي ونعرف ايه عنه؟ الحقيقة هشام المليجي من مواليد 1 ديسمبر عام 1968. هشام اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، شارك في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون، لكن انطلاقته الحقيقية بدأت مع دوره في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. بقول لك يا عادل، انت بص، هي الاوضه اللي عندك فوق دي ليها بلكونه؟ ليه؟ وفي ميكروفونات وناس بتموت. انا مش فاهم. هي فاهمه. يلا يا بت، يلا بعد اذنكم. اهلا يا خالد. اهلا. ما مالكيش خطوبه؟ لا ان شاء الله. سيو خالد، باي. ماشي سنيك دير ياسين، بحر البقر، قانا. من اهم الافلام اللي قدمها لنا هشام المليجي ضحك ولعب وجد وحب، وصعيدي في الجامعة الأمريكية زي ما قلنا، وفيلم بوحة. أما مسلسلاته شجر الأحلام، والمسلسل الجميل اللي أنا فاكرة فعلا دوره فيه مسلسل العصيان للفنان القدير الراحل محمود ياسين، كمان مسلسل الداعية، ومسلسل إحنا الطلبة. هيرد، هيرد يا حسن، بس مش هيبقى عارف الضربة جاية له منين. أديك اعترفت حضرتك أهو، يعني هو ملوش حق عندنا. يا جدي ده مجرد تخمين مش اكتر يعني. هشام مش بيشتغل بالتمثيل بس، كمان يعمل هشام مؤلف موسيقي. اما بالنسبه لحياته الاسريه والعائليه، هشام ما بيحبش يتكلم كتير عنها، بيحب يفصل ما بين الفن وما بين الحياه الاسريه. هشام المليجي حل ضيف على البرنامج الشهير صاحبه السعاده مع الفنانه اسعاد يونس، واتكلم من خلال البرنامج عن ادواره اللي حققت نجاح. هشام المليجي ظهر في العديد من الأدوار القوية واللي قدمها بأسلوبه المتميز وجذب انتباه الجمهور لموهبته. أما بداية ظهوره في مسلسل نهاية القصة، المسلسل ده بينتمي للدراما الاجتماعية. أما آخر ظهور ليه في الأعمال الفنية كان مسلسل قيد عائلي، واللي تم عرضه في يوم 30 مارس عام 2019. وأثناء حلقة هشام مع إسعاد يونس أعطاها فلاشة عليها أغنية تسمى أشجان، وطلب منها أنها تسمع الأغنية وتقول رأيها فيها. والحد هنا النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا في آخر الحلقة ما ننساش نضغط لايك للفيديو، كمان ما ننساش نكتب رأينا عن اللي حصل ما بين رانيا شاهين وما بين هشام المليجي. وبشكر كل ضيوف اللي استمروا معايا لغاية نهاية الفيديو. انتظروني في حلقة تانية وخبر آخر من قناتي ياسمنتو اليوتيوب وأخبار النجوم.